أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا نموذج تاني من النماذج المصرية المشرفة هو أحد مؤسسي مبادرة شباب قريتنا جميلة بقرية طحلة مركز بنها محافظة القليوبية. المبادرة دي اهتمت بموضوع التجميل، تجميل محولات وتجميل ميادين وتجميل أرصفة وتحويل مقالب القمامة أو أماكن تجمع القمامة إلى متنزهات وحدائق ولها أعمال أخرى. دعونا بداية نرحب بالأستاذ علاء فوزي أحد مؤسسي مبادرة شباب قريتنا جميلة بقرية طحلة مركز بنها. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أستاذ علاء، الأول عايزين نعرف فكرة المبادرة جت إزاي وإمتى وعلى أي أساس أسست المبادرة؟ هي أولا فكرة المبادرة قائمة من مبادرات الرئيس الاهتمام بمشاركة الشباب في الأعمال والمشاركة المجتمعية. هنا بدأنا نفكر إيه دورنا كمجتمع مدني كشباب. إحنا مش هنقعد ونتفرج على البلد وهي بتنهض وإحنا قاعدين كويس. فبدأنا كشباب نعمل لنفسنا جروب ونسمي نفسنا شباب قريتنا جميل. من إمتى عملت الجروب ده؟ هو يعني مبدئيا أو من سنتين. حلو. بدأنا نفكر إزاي نحول، إزاي نجمل، إزاي نطور، ما نقعدش يعني ربطين نفسنا بالحكومة هتعمل، الحكومة هتعمل، لا، ابدأ بنفسك، طور بنفسك، انت اللي هتنهض بقريتك. حلو. ما تستناش حد مسؤول يجي يعمل حاجة عنك في بلدك، لا. هيجي يعمل في بلدك وانت قاعد. بدأنا من منطلق نظف نفسك بنفسك، طور نفسك بنفسك، حافظ على المكان والبيئة اللي انت قاعد فيها. فبدأنا نعمل كذا مبادرة، الحمد لله حولنا مقالب الكمامة إلى حدائق. المحولات كان شكلها طبعا الدعاية الانتخابية وما أدراك ما الدعاية الانتخابية. لا، جملنا المحولات برضك. من ضمن الأعمال اللي احنا عملناها في مبادرة شباب قريتنا جميلة، فرش المساجد بالفوم راحة للمصلين. حلو. في الصيف وراحة في الشتاء. حاجة كمان برضك عملناها اللي هي مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في كيفية التعامل مع الآخرين. النسيج الواحد، عملنا مبادرة اسمها النسيج الواحد اللي هي الوحدة الوطنية اللي هي معايدة الإخوة الأكبر. احنا عندنا صور قبل وبعد. المنظر قبل كان صعب جدا 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 طبعا، لكن بعد تحول لتحفة الحمد لله. يعني كل ده تصور الناظرين زي ما بيقولوا. كل ده بفضل أهالينا وبفضل الشباب وبفضل دور الجمعية اللي احنا أسسناها اسمها الجمعية المصرية للمحافظة على البيئة والأمن الوقائي. حل. كانت معانا وكذا جمعية، جمعية تنمية المجتمع المحلي، جمعية شباب، كل الجمعيات دي وقفت ورانا لما بدأنا احنا. حلو جدا. نقول للبلد في شباب بيساعد البلد وبيعمل للبلد. طب الأدوات اللي انتوا كنتوا بتستخدموها في الشغل بتجيبوها ازاي؟ التمويل المادي كان بيبقى أولا التمويل المادي تبع جمعيات وتبع الأهالي. يعني مثلا ايه، تبرعات عينية، واحد عاوز عنده شوكولة أسمنت ناخدها نطور، عنده دهان ألوان ناخدها نظبط. تمويل عيني بناخده بإيصال رسمي من جمعية مشارة بنديله، وبعدين هي بتوفر الخامات والبيئة اللي أنا هشتغل عليها. هو انتوا بقى طبعا معاكم فنانين يعني طبعا صحيح. شايفين الصور الحمد لله ربنا كرمنا عندنا عصام النادي، رسام وخطاط، استاذ اشرف النادي رسام وخطاط، الحمد لله مجموعه حلوه. دي دعايه مجانيه ايه؟ هم عملوا، هم اخلصوا لله طبعاً. عشان كده ربنا كرمهم. اكيد طبعا الحمد لله، يعني بتوفيق وبرضك بتوع ربنا وبتوع الاهالي والحفاظ على المكان النظيف، هو ده اللي خلانا نشتغل. طب وندينا وادانا طاقه. هاخد بس على اذنك منى في السؤال ده مهم جدا. انت بتتكلم انك ايه، نزلت هتدهن محولات كهرباء، هتدهن رصيف، فانت هتتحرك في الشارع عندك، ولكن في اماكن معينه انت داخلها داخل تشتغل عليها محتاج الجهات التنفيذيه تكون موجوده. طب انا صفه يعني الحمد لله محول الكهرباء بأني صفه تروح تدهن فيه وتعرض نفسك اصلا وغيرك للخطر. حضرتك كسرت نقطه اتحركت ازاي جميله جدا. الحمد لله ربنا كرمنا لما الشباب ابتدى عندهم القوه والحماس سلكنا الطريق الصحيح. حلو. اللي هو الطريق الصحيح اخذ الجهات التنفيذيه المحافظه، مجلس مدينه، الوحده المحليه. الحمد لله المحافظه كانت معانا الحمد لله الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ وسياده المحافظ اللي هو عبد الحميد الهجان،
ومدير مكتب نائب المحافظ الاستاذ فارس ابو عاليه، ورئيس مجلس مدينه بنها اللي هو الاستاذ علي عبد الستار. وبعد كده انتقلنا بقى من الاكبر الاصغر لحد ما وصلت للوحده المحليه. الوحده المحليه هو ده اللي هيبقى التعامل معاك. الاستاذ عيد عز، الاستاذ عيد عز احتكاكك يوميا بالشيخ الاستاذ عبد الشرما، كل الناس دي من بلدنا. القيادات الكبيره لما يكون في ازمه عايز تحلها بسرعه، لكن الحمد لله ده اللي هيبقى تعاملك معاك. سخروا كل حلو جدا. سخروا كل المعدات. وفروا لك حاجه المعدات كويس. عاوز لودر، عاوز عربيه، محتاج بولدرات، محتاج انترلوك في المكان ده كويس، محتاج اشجار. كان مجلس المدينه بيصرح ان انا مثلا انزل بعربيه اجيب الاشجار. الحمد لله يعني ايه، الجهات التنفيذيه لما لقت ان في شباب واعي وبيتحرك اتجاه تجميل البلد من غير فتحت له الباب خلاص، من غير ما كان عايز يشتغل طبعا. ده برضك تحطها طبعا طبعا هدف قدامك كده، ان انت ما تكلفش الدوله. انت برضو انت بتوفر لهم برضو الناس والمتطوعين وشغال ماديه وبشريه يعني انا دلوقتي قوه بشريه اساسيه مجانا استغلتها بقى انت حل. يعني زي ما بقول كده صنفتها او وجهتها للتوجيه الصحيح. وكمان في حاجه، اهل البلد اصلا هم المتطوعين ذات نفسهم، فهيحافظوا على المكان ده. والله يا استاذ منى الهدف الداعم الحقيقي لنجاح المبادرات ديت كان اهل البلد. اكيد طبعا. ليه بقى؟ ما هو ما ينفعش تعمل جنينه واحد يبوظها. طبعا الحفاظ على المكان الجمالي. هو بعد ما يشوف المكان وصل بيه انه بقى مكان جميل زي كده، هو اكتر واحد هيحافظ عليه. الحمد لله. شايل الورقه فيه. الحمد لله بفضل الله اولا، ثانيا الاهالي، ثالثا الجمعيات طبعا وبالذات الدور. طب يعني نقدر نتكلم نقول اللي مردود الشارع بالنسبه لكم كان، كنت شايفين ان الناس فرحانه وواقفه معاكم وبتساعدكم في حاجه؟ يا استاذه منى مش عاوز اوصف لك ان اي مشكله في البلد كانوا بيتجهوا للشباب، ما لهمش دعوه بالوحده المحليه. حلوا لنا، اعملوا لنا زي ما احنا قلنا، شافوا على ارض الواقع. ما هو زي ما احنا قلنا اصلا في المقدمه ان خلاص المبادرات الشبابيه والجمعيات يعني مؤسسات المجتمع المدني اصلا اصبحت وسيط بين بين الشارع، بين الناس اللي انت قاعد معاهم وبين الجهات التنفيذيه، فبقيت انت اللي بينهم وبين بعض. والله الحمد لله. اخر حاجه احنا بنيجي بنسعى لها دلوقتي ان احنا عندنا مكتب بريد صغير 36 متر، بنحاول بقدر الامكان نجري نتخصص قطعه ارض عشان احنا ان شاء الله داخلين في المرحله الثانيه بالنسبة لمبادرة الرئيس حياة كريمة، ان احنا نعمل مركز خدمات متكاملة في سجل مدني، في شهر عقاري، في خدمات بريدية. تعالوا، انت عارفة دلوقتي ان الدولة كلها متوجهة للتحول الرقمي. التحول الرقمي طبعا خلاص طبعًا. فلازم يكون عندي مبنى قائم للخدمات المتكاملة، حيث اني انا عندي في الوحدة المحلية عندي وحدة قروية، يعني عندي وحدة محلية في قرية طحلة، فده بالنسبة لي ميزة مش عيب. طب المتطوعين اللي معاك في المبادره كنت انت بتختارهم على اساس ايه؟ والله يعني احنا بتختاروا بعض ازاي؟ احنا ما اخترناش بعض. العمل التطوعي مش حكر على حد. بالظبط. اللي عاوز واللي حابب يتطوع. يعني مثلا انا الباشمهندس مجدي ابو حماده، الاستاذ عماد بكر، الاستاذ حسن محرم، يعني كلكم اصلا يعني عارفين بعض وكلكم مجالات مختلفه طبعا ومن طوائف القريه. يعني مثلا ايه، مش مرتبط بمؤهل عالي او مؤهل متوسط، لا كل لا هو العمل العام لازم اصلا تكون حابب اللي انت بتعمله. هتلاقي اصلا اللي الافكار بتيجي مع بعض. قلت لك يا استاذه منى انا عندي اشبال 5 6 سنين و7 سنين شاركوا معانا، حابب ان هو يعمل كده. ليه؟ لان هم دمت اللي هيحافظوا. بالظبط، هو اللي هيحافظ على الزرعه اللي انا زرعتها. يعني مثلا انا ما زرعتش زرعه انا هجني ثمره على طول، لا ده بعد عشرات السنين. فما كان الشبه ده ما كنتش هشاركوا معايا العمل العام والعمل التطوعي هيحافظ عليه. وبعدين احنا بنكمل، احنا مسيره في قبلنا عملوا فاحنا كملنا، هم بعد ذلك هيكملوا. طيب طبعا كل مبادره بيكون ليها خطه مستقبليه وعايزين ان انتوا تعملوا حاجات تانية اكتر. ايه الخطه المستقبليه للمبادره؟ الخطه المستقبليه ان احنا نطمح ونامل توفير جميع الخدمات للاهالي، لان قريه طحله تعدادنا سمع 18000 نسمه، فعددها كبير، فلازم بقدر الامكان اوفر للقريه جميع الخدمات بشتى الطرق، بمثلا الضغط على عضو مجلس الشعب، اسعى للمحافظه لاتيان اي شيء، كل الحاجات ديت لازم نقدمها. وبعدين في ازمه كورونا احنا عملنا حاجات كتير في ازمه كورونا، احنا شكلنا لجنه لازمه كورونا، والحمد لله وفرنا من خلال الجمعيه المصريه للمحافظه على البيئه والامن الوقائي اسطوانات، جمعيه شباب فاعلون، الجمعيتين الوحيدين اللي في القريه وقفوا بقدر أستاذ كبير. استاذ علاء الحوار هيطول، معلش احنا اسفين النهارده ان احنا خرجنا طلعنا متاخر، كان في ازمه في القناه وطلعنا متاخرين، فالوقت محتاجين اطول من كده. انتوا ما شاء الله عاملين شغل عالي جدا جدا جدا
هي دي النماذج المصريه اللي احنا بدورنا كاعلاميين هنسلط الضوء عليها، وده حقكم ان احنا نقول ان الشباب ده بيشتغل بجد وبيحب البلد بجد، ولازم كلنا نتكاتف معاه من جهات تنفيذيه لاعلام لمسؤولين. اكيد نماذج مشرفه احنا نفخر بيها. والله يا استاذ جمال انا يعني ايه بشكر حضرتك اولا، ثانيا مجموعه شباب قريتنا جميله كلها بتكن لكم جميل احترام، لانكم انتوا بتنقلوا نبض الشارع للجميع. هو ده اسم البرنامج صدى الشارع، لازم نتكلم على الشارع وعلى الايجابيات اللي موجوده يعني فيه. يعني انا فرد من مجموعه، لو قلت لك ان المجموعه اكتر من 15 او 20 فرد كان نفسهم كلهم يجوا، بس الظروف اللي احنا نفسنا والله نكون معاهم على طول. احنا ان شاء الله ممكن ننزل بكاميراتنا ونعمل تقرير على ارض الواقع اثناء المبادرات، وده شرف لينا احنا. لا لا احنا بنشرف حضرتك انت والاستاذه منى، بجد يعني انتوا نماذج بجد يعني تستاهلوا كل خير. وفي الاخر انا بشكر القناه وبشكر الاستاذ جمال والاستاذة منى، والشكر موصول لجميع اهل قريه طحلة اللي وقفوا دعمونا. شكرا. ووقفوا ورانا لنجاح هذه المبادرات. شكرا محمد. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده من صدى الشارع. انتظرونا في حلقه قادمه السبت القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.